السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح النهاردة الديزاين الخاص بالسكرو كونفير. السكرو كونفير لو ابتديت أتكلم على المين توبكس اللي هنتكلم فيها، هندي في البداية general description and purpose أو الغرض من السكرو كونفير. هنتكلم على السكرو كونفير ابليكيشنز، هنتكلم على المشاكل الخاصة بالسكرو كونفير، هنتكلم على الكالكوليشنز والديزاين الخاص بالسكرو كونفير، وهندي سولفد اكزامبل كده هنفهم منه السكرو كونفير بيتم عمل الديزاين الخاص بيه ازاي. لو بنتكلم على الجنرال ديسكريبشن للسكرو كونفير، بنقول ان السكرو كونفير ببساطة هو عبارة عن شافت. الشافت ده موجود عليه سبايرال او موجود عليه جزء في صورة حلزون مثلا او سكرو. السكرو ده نتيجة دوران الشافت بيبتدي يحرك لي او يعمل موفمنت للماتيريال. يبقى الفكرة كلها ان انا بعتمد على الكتريك موتور. الالكتريك موتور ده متصل بجير بوكس عشان يبتدي يتحكم لي في السبيدز بتاعه السكرو كونفير، ومتصل بالكلام ده الشافت او المين شافت بتاعي، فبيبتدي يتحرك بار بي ام او ريفوليوشن بير مينيت، وبناء عليه بيحرك لي السكرو دي حركه دائريه، فبتبتدي تأثر ب اكسيال فورس او ثرست فورس على الماتيريال، فبتبتدي تحركها لي لينير. يبقى الفكره كلها ان انا بعتمد في الحركه على الروتيشن الخاص بالشافت ده. طيب بيبقى موجود عندي انلت شوت، مكان هبتدي اغذي منه الماتيريال، ومكان تاني اللي هو الاوتلت شوت او الاكزيت، مكان خروج للماتيريال. المسافة ما بين نقطة الانلت ونقطة الاوتلت دي بتمثل ال او بتمثل الكونفيينج لينس. يبقى دي المسافة اللي انا عايز اعمل من خلالها كونفيينج للماتيريال بتاعتي. طبعا السكرو كونفير ما ينفعش غير للبالك ماتيريال، يبقى انا ما ينفعش اقول ان انا هستخدم حاجة زي كده او كونفير زي ده مع يونت لود. اليونت لود للكونفيرز الخاصة بيه زي ما شفنا المحاضرة اللي فاتت. طيب انواع الماتيريالز اللي انا ممكن انقلها هنا عبارة عن بالك ماتيريال، ومش كل البالك ماتيريال تنفع ان هي تتنقل بالسكرو. يعني انا هنا ممكن استخدم السكرو كونفير ان انا انقل باودرد ماتيريال، انقل بعض الجرانولر ماتيريالز. طبعا لو حبيت ان انا انقل لامب ماتيريالز او ماتيريالز في صورة قطع، طبعا الكونفيجريشن الخاص بالسكرو ده بيتغير. يبقى السكرو دي الكونفيجريشن بتاعها او الشكل بتاعها او الديزاين بتاعها ليه اشكال مختلفة، ممكن ان انا اغيرها على حسب الاستخدام او على حسب الابليكيشن الخاص بالسكرو كونفير. لو اتكلمت على البوزيشن او الوضعية بتاعت السكرو كونفير، بقول ان انا ممكن الاقي فيرتيكال سكرو كونفير، ممكن السكرو كونفير يكون انكلاين، ممكن يكون السكرو كونفير هوريزونتال زي الوضع اللي فات. يبقى ممكن يكون هوريزونتال، ممكن يكون فيرتيكال، ممكن يكون انكلاين. هلاقي ان اللود بتاعي اثناء الدوران للسكرو كونفير في اي بوزيشن من التلاتة بيبتدي يتمنع ان هو يحصل له تيرنينج مع السكرو نتيجة الويت بتاعه، فبلاقي ان السكرو بيلف مع الشافت حركة روتري، بينما اللود بيحصل له موفمنت او لينير موفمنت. طبعا بيبقى فيه عدد من الديسشارج سبوتس، بيبقى فيه فتحات اقدر احركها او اقدر اقفلها وافتحها
على حسب الغرض، بمعنى ان السكرو كونفير ممكن يكون في اكتر من فتحة خروج، يبقى انا ممكن اعمل الكونفيينج لينس مختلف، ممكن استخدم L1 L2 L3 على حسب المكان اللي انا عايز اخرج فيه الماتيريالز بتاعتي، يبقى ممكن يكون في اكتر من اكزيت شوت او فتحة خروج اثناء ما انا بخرج الماتيريال بتاعتي، بقفل كل الفتحات وبخلي فتحة واحدة هي اللي شغالة وابتدي اقفل الكلام الباقي. الكلام ده طبعا بيتقفل عن طريق استخدام راك جيرز عشان ابتدي احرك الماتيريالز بتاعتي، او عن طريق الراك والبينيون ببتدي احرك جزء يقفل لي الفتحات اللي موجودة دي. يبقى ده كده فكرة السكرو كونفير. دي بعض الاشكال الخاصة بالسكرو كونفير اللي موجودة في الصناعة. ممكن يكون عندك حاجة اسمها الهوبر سكرو فيدر، يبقى الشكل بتاعه على شكل هوبر. ممكن يكون في صورة تراف سكرو كونفير، الشكل اللي قدامي على شكل حوض مثلا ومقفول بالشكل اللي قدامك كده. ممكن يكون تيوب سكرو كونفير، التراف بتاعه او الجزء بتاعه اللي بيقفل على الماتيريال عبارة عن تيوب او بايب. ممكن يكون شافتلس سكرو فيدر، يعني ما يكونش في عمود بطول السكرو كونفير. يبقى الفكرة كلها ان في موتور، والموتور ده خارج منه جزء بسيط بيمثل الشافت، لكن باقي السكرو مش موجود شافت بالنسبة لي، فده بنسميه الشافتلس سكرو فيدر. وده بيبقى ليه بعض الاغراض زي مثلا عملية البلندنج او عملية الميكسنج لبعض الماتيريالز. لو بنتكلم على الابليكيشنز الخاصة بالسكرو كونفير، هنلاقي ان السكرو كونفير بيبقى مناسب زي ما اتفقنا للجرانولر ماتيريال، للباودر ماتيريال، لأشكال كتيرة من البالك ماتيريال. طبعا الكونفير او السكرو كونفير بيكون مناسب جدا لعمليات الميكسنج والبلندنج. لو انا بخلط بعض الماتيريالز مع بعضها اثناء عملية الهاندلنج او اثناء عملية المناولة، يبقى انا هنا بستخدم سكرو كونفير. السكرو كونفير ليه ليميتيشن او ليه ليميت معين في الابليكيشن بتاعته، ان هو بيستخدم لللو والميديوم كاباستيز. يعني هلاقي تقريبا ان انا بنقل كاباستي بتوصل لحوالي 100 متر مكعب بير اور، وبيكون الديستانس اللي انا بنقل خلالها من 30 ل 40 متر لونج، بتوصل في بعض الحاجات السبيشال من 50 ل 60 متر. طبعا انت عارف ان الاعتماد كله على الشافت اللي بيحصل له عملية الروتيشن، فما ينفعش ان انا اطول الشافت عن المسافة دي، لان لو زاد طول الشافت بيحصل ستريسز على العمود وبيحصل مشاكل كتيرة في الديزاين. لو بتكلم على السكرو كونفير بروبلم، بقول ان البروبلمز الاساسية الخاصة بالسكرو كونفير حاجة اسمها الابريجن. بيبتدي يحصل زي تآكل للماتيريال او تآكل للريشة الخاصة بالسكرو كونفير، بمعنى ان اثناء الدوران او اثناء الموفمنت بتاع الماتيريال بيحصل كونتاكت او بيحصل احتكاك او فريكشن بين الماتيريال تو بي هاندلد والسكرو اللي بتبتدي تتحرك او بتحرك الماتيريال. طبعا الكلام ده بيبتدي مع البريتل ماتيريال. لو انا عندي مادة بريتل، المادة دي ابتدت تصطدم بالريشة، بتبتدي يحصل عملية تآكل او عملية تكسير للماتيريال دي. ولو الماتيريال صلادتها او الهاردنس بتاعتها اعلى من الريش الخاصة بالسكرو كونفير، فبتبتدي تعمل لي تآكل للريش دي. الحاجة التانية ان طبعا زي ما قلنا ان هو ليميتد للو والميديوم كاباسيتيز،
فبالتالي بيكون غير مناسب للكاباسيتيز الكبيره. الحاجه الثالثه ان هو not suitable for large lumped material. لو انا عندي material في صورة قطع كبيرة بيبقى صعب ان انا انقلها من خلال السكرو كونفير، يبقى ده هيأثر على الريش بتاعتي او السكرو بتاعت الكونفير. طبعا في مشكلة مهمة جدا اللي هي مشكلة الاوفرلود، ان انت لو حصل عندك زيادة تحميل عن طريق الانلت شوت، ابتديت تغذي او تعمل فيد للماتيريالز بتاعتك بنسبة كبيرة، اثناء الدوران ممكن يحصل حاجة اسمها البوتل نيكس، ان الماتيريالز تتجمع مثلا في منتصف السكرو كونفير فتوقف لي الدوران بتاع العمود او الشاف، وده طبعا بيبتدي يأثر لك على السيستم بالكامل. طبعا الهاير باور كونسامشن السكرو كونفير بيعتمد على الكتريك موتور عشان يبتدي يدور السكرو او يدور العمود ويبتدي يولد لي الثرست فورس اللي هتبتدي تحرك الماتيريال، ده بيستهلك لي باور كبيرة. طبعا قلنا الحتة بتاعت التآكل للكونفير تيوب اثناء حركة الماتيريال، الماتيريال دي ممكن تكون الهاردنس بتاعتها عالية فبتبتدي تعمل لي سكراتشنج او بتبتدي تعمل لي وير للكونفير تيوب. فدي كده بعض المشاكل اللي ممكن تحصل للسكرو كونفير. هنتكلم على جزء مهم جدا قبل ما نبدأ في الكالكوليشنز بتاعة السكرو كونفير، وهو جزء الكاباستي. يعني ايه كاباستي؟ لو بتكلم على الكاباستي فانا عندي نوعين من الكاباستي، في حاجة اسمها الفوليومتريك كاباستي ودي برمز لها بالرمز V كابيتال. الفوليومتريك كاباستي هي عبارة عن الـ A في الـ V. الـ A بتمثل الـ area of material to be handled، يبقى دي مساحة الماتيريال او الـ area بتاعت الماتيريال اللي انا بنقلها، مضروبة في الـ V small اللي هي الـ velocity of the conveyor او سرعة الماتيريال او سرعة الكونفير. طيب لو انا بصيت على اليونتس بتاعت البارامترز دي هلاقي ان الاريا بتتقاس بالسكوير متر، بينما الفلوستي بتتقاس بالمتر بير سكند او متر بير مينت او متر بير اور. لو انا خليتها هنا متر بير اور وضربتها في المتر تربيع هيديني الفوليومتريك كاباسيتي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن متر مكعب بير اور، يعني كأني بتكلم على ريت معدل نقل، انا بنقل كام متر مكعب من الماتيريال خلال الساعة. يبقى الكلام ده هتلاقي ان بعض الكونفينج ماشينز او الكونفينج اكويبمنت بتبتدي بتعامل معاها بالمتر مكعب، ما بتعاملش معاها بالويت. زي ايه؟ زي مثلا لو انت بتتعامل في الكونستراكشن بروجكت، لما بتيجي تجيب رو ماتيريال ساند مثلا، الساند ده بتعامل معاه لو انا جايب دامب تراك، دامب تراك دي بقول ان الحجم بتاعها مثلا 15 متر مكعب 20 متر مكعب، يبقى بيقول لي اللي موجود جوه الصندوق بتاع الدامب تراك دي كام متر مكعب. يبقى في بعض الاكويبمنت او بعض الاندستريال تراكس او بعض الكونفينج ماشين بتتعامل بالفوليومتريك كاباسيتي. طيب لو انا عايز احول الفوليومتريك كاباسيتي دي لويت او كاباسيتي باي ويت، يعني ايه؟ يعني انا عايز بدل ما اقول انا نقلت كام متر مكعب من الماتيريال خلال الساعه، عايز اقول انا نقلت كام كيلو جرام من الماتيريال او كام طن من الماتيريال خلال الساعه. يبقى انا عايزها بدل ما تكون فوليوم اخليها ويت. يبقى انا هنا لما الاقي في المساله ان انا مديك فوليوم بير اور، يبقى انت بتعرف ان انا كده بتكلم على فوليومتريك كاباسيتي اللي ده القانون بتاعه. طيب الكاباسيتي باي ويت، لو انت خدت الفوليومتريك كاباسيتي دي ضربتها في حاجه اسمها الجاما، طيب هنا اليونت بتاعتها متر مكعب بير اور،
الجاما دي خدناها المحاضرة اللي فاتت، وقلنا ان البالك ماتيريال بتتميز بحاجة اسمها البالك ويت. البالك ويت ده كانت اليونت بتاعته عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن ميجا بوند بير متر مكعب، او كنت بقول عليها الميجا بوند بتساوي او بتكافئ الطن. يبقى كأن الجاما اليونت بتاعتها طن بير متر مكعب. اما تضرب طن بير متر مكعب في متر مكعب بير اور، يبقى المتر مكعب هيطير مع المتر مكعب، فهيديك ميجا بوند بير اور او طن بير اور. يبقى انا هعرف هنا انا نقلت ويت قد ايه خلال الساعة، يبقى الريت بتاعي قد ايه بس باي ايه؟ باي ويت. يبقى اصبح ان الكيو ايكوال مين؟ الفوليومتريك كاباسيتي مضروبة في الجاما. يبقى انا هنا الاي في الفي في الجاما، ده كده يديني قانون الكاباسيتي. طيب نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، وهي ان الجيفن بتاعك في المسألة هل هي فوليومتريك كاباسيتي ولا هي كاباسيتي باي ويت، عشان تقدر تحط اليونت صح وتبقى المسألة الكالكوليشنز بتاعتك صح. يبقى دي الطريقة اللي انا بحسب بيها الفوليومتريك كاباسيتي او الكاباسيتي باي ويت. نبدأ بقى كده نتكلم على الكالكوليشنز اوف سكرو كونفير. لما اجي اعمل ديزاين للسكرو كونفير في مجموعه من البارامترز لازم احسبها. اول بارامتر واهم بارامتر هو مين؟ هو الكاباسيتي. يبقى انا لما باجي اعمل كومباريزون ما بين مجموعه كونفيرز، يبقى من اول البارامترز اللي بتستخدم عشان تعمل الكومباريزون دي هي الكاباسيتي. انا محتاج ريت قد ايه، معدل نقل قد ايه. طيب دي انهي نوع من الكاباسيتي؟ الكاباسيتي اللي موجود عندك في الداتا شيت دي كاباسيتي باي ويت، يعني كيو. معنى كده ان انا لو اديتك جيفن في المساله عباره عن متر مكعب بير اور، يبقى انت لازم الكيو دي عشان تجيبها يبقى تاخد المتر مكعب بير اور تضربه في مين؟ في جاما. يبقى كأن هنا الكيو دي لو شلتها وكتبت في في جاما، يبقى هتطلع لك قيمة الكيو. طيب الكيو لو طبقت عليها القانون اللي فات، القانون بيقول لي ايه؟ ان انا بضرب الاريا في الفيلوستي في الجاما. طيب نفكر كده مع بعض، هي الاريا دي عبارة عن مين؟ عبارة عن اريا للماتيريال اللي بتتنقل. طيب هي الماتيريال اللي بتتنقل موجودة فين؟ موجودة داخل السكرو كونفير. المفروض ان انت لو رجعت لشكل السكرو كونفير ده يبقى الماتيريال هتبقى هنا. طيب الماتيريال واخدة انهي جزء؟ او المفروض منطقيا كده ان الماتيريال تملى الجزء ده، يعني تملى مين؟ القطر بتاع السكرو. يبقى كأن الماتيريال مغطية قطر السكرو بالكامل، ده على اعتبار ان السكرو كونفير الماتيريال مالية التيوب دي كلها. فبالتالي بقول ان التيوب دي المفروض السكرو ليه قطر اسمه السكرو ديامتر. يبقى كأن الماتيريال مغطية مين؟ القطر ده كله. طيب لو انا بصيت بقى على الكلام ده، لو انا بقول ان الاريا دي هي عبارة عن الاريا بتاعت الماتيريال اللي مغطية قطر السكرو، يبقى انا بتكلم على باي على 4 دي سكوير. فده اول جزء في القانون، ادي باي على 4 دي سكوير، دي بتمثل الاريا بتاعت الماتيريال. طيب لو انا سبت القانون ده على كده، يبقى انا معناها ان انا بقول ان كل الديامتر بتاع السكرو كونفير متغطي بالماتيريال، وده مش صح، لان احنا اتفقنا ان الماتيريال بتبقى في الجزء اللي تحت، هي السكرو بيلف بس الماتيريال بتتمنع ان يحصل لها تيرنينج نتيجة الويت بتاعها. فبالتالي دايما بلاقي ان الجزء بتاعي مش مليان بالكامل بالماتيريال. فمعنى كده ان في حاجة اسمها اللودينج كوفيشن او اللودينج فاكتور، يبقى في فاكتور على حسب نوع الماتيريال ببتدي اضرب فيه. فين الفاكتور ده بقى؟ اهو اسمه الفاي. يبقى معنى كده ان انا لما بضرب الاريا بتاعت الماتيريال بضربها في حاجه اسمها اللود افشنسي، كفاءه
التحميل بتاع الماتيريال. يبقى الترم ده والترم ده على بعض دول بيمثلوا لي مين؟ بيمثلوا لي الاريا. طيب بعد كده الكيو بتساوي ايه؟ اريا في فيلوستي. اشوف الفيلوستي، الفيلوستي هنا اسمها ايه؟ في، اللي هي متر بير اور او متر بير سكند، يعني سرعه خطيه. طيب هو السكرو كونفير بيلف ازاي؟ بيلف ار بي ام. طب عشان احول الار بي ام لسرعه خطيه، السرعه الخطيه دي هي سرعه مين؟ سرعه الماتيريال اللي بتتحرك. الشافت بيلف روتري او بيعمل روتيشن، فبيلف مع السكرو، يبقى السكرو ليها ار بي ام، يبقى اللي هي ان. طيب السكرو دي المفروض هي عباره عن ايه؟ كانها زي الالووز سكرو. طب السكرو دي عباره عن بيتش، او في مسافات ما بين كل لفه والتانيه، يبقى كان السكرو دي جزء ملفوف زي السكرو او زي الالووز كده، ففي بيتش، يبقى انا بجيب حاجه اسمها الاس. الاس دي الخطوه او المسافه ما بين اللفه والتانيه. يبقى انا لو ضربت الار بي ام اللي هي ريفوليوشن بير مينيت في الاس، الاس دي مثلا بالمتر او بالمليمتر، يبقى انا كده بضرب ريفوليوشن بير مينيت في مليمتر، يبقى انا كاني حولتها مليمتر بالريفوليوشن مثلا، يبقى كاني حولتها المليمتر بير مينيت اللي هي السرعه الخطيه. طيب السكرو دايما احنا عارفين عنه ان بيبقى فيه الاووز ليه حاجه اسمها نمبر اوف ستارز، اللي هو الاووز مدخل واحد او عدد البوابات بتاعت الالاووز او عدد المداخل بتاع الالاووز، الاووز مدخل واحد، الاووز مدخلين، ثلاثه وهكذا. يبقى انا هنا لو ضربت الان في الاس في الاي طلع لي حاجه اسمها اللينير فيلوستي، يبقى انا كده حولت الروتري موشن للينير موشن. طبعا الستين اللي موجوده في القانون دي، لان الان هنا بمين؟ بريفوليوشن بير مينيت، وانا عايز اطلع الكباسيتي في الاخر عباره عن ايه؟ تن بير اور. يبقى عشان احول من ريفوليوشن بير مينيت لريفوليوشن بير اور، كاني حولتها عن طريق مين؟ ان انا ضربت في 60. طيب يبقى لحد هنا كده ضربت، جبت مين؟ الفلوستي. يبقى انا ضربت اريا في فلوستي، ناقص لي مين؟ الجاما اهي. يبقى انا ضربت فلوستي في اريا في جاما، اديتني مين؟ اديتني الكيو اللي هي الكاباسيتي باي ويت. طيب ايه الفاكتور اللي اسمه السي ده بقى؟ الفاكتور اللي اسمه السي ده فاكتور بيعتمد على الانكلينيشن انجل البيتا. يعني ايه؟ يعني احنا اتفقنا ان السكرو كونفير ممكن يكون هوريزونتال، ففي الحاله دي البيتا هتساوي كام؟ هتساوي زيرو. ممكن يكون انكلاين، يعني في زاويه ميل، يبقى هو مايل بميل معين او بزاويه معينه، يبقى عند الزاويه دي في فاكتور اسمه السي. يبقى كل ما ميلت السكرو كونفير بزاويه في فاكتور بضرب بيه، لان كده اللود بيتحرك في اتجاه الجاذبيه او عكس اتجاه الجاذبيه، فالانكلينيشن انجل دي بتفرق معايا في حته النقل بتاع اللود او الكباسيتي بتاعتي. طيب مجموعه الفاكتورز دي بقى هجيبها ازاي؟ السي في تيبل عندك في الداتا شيت، ابتدي اجيب منه السي، في تيبل بجيب منه الفاي، في تيبل بجيب منه الجاما. طيب نمسك حاجة حاجة. لو أنا عايز أجيب الجاما، الجاما بجيبها إزاي؟ الجاما زي ما اتفقنا هي البالك ويت. يبقى أنا معنى كده إن كل ماتيريال بتتنقل ليها بالك ويت مختلف عن الماتيريال التانية. طيب بعمل إيه؟ باجي أديك جيفن في المسألة، بقول لك إن الكونفينج أو الكونفيد ماتيريال هي ساند أو سيمنت. يبقى انا بحدد لك نوع الماتيريال، يبقى انت هتاخد اسم الماتيريال اللي هديهولك وهتروح لتيبل 2. تيبل 2 عباره عن ايه؟ مجموعه من الماتيريال، يعني مديك مثلا سيمنت، مديك فيرتلايزر، مديك جرافل، مديك ساند، يبقى في مجموعه ماتيريالز مختلفه هنا، هتلاقي الماتيريال اللي هديها لك في المساله موجوده جوه التيبل ده. حلو، سي مثلا ان انا اديتك سيمنت، يبقى انت بتروح تجيب لي مين؟
البالك ويت بتاع السيمنت ماتيريال اللي هو اليونت بتاعته عباره عن ايه؟ ميجا بوند بير متر مكعب او طن بير متر مكعب. يبقى انا كده جبت القيمه بتاعت السيمنت. طيب ده كده عشان احطه في قانون الكباستي. في بارامترز ثانيه هنحتاجها اللي هي مين؟ هنحتاجها مؤقتا دلوقتي، هنقول هنطلعها ازاي وبعد كده هنشوف هنستخدمها ازاي في القوانين. عند السيمنت ماتيريال جبت الجاما، خلاص الجاما دي هستخدمها في قانون الكباستي. بجيب حاجه اسمها الريزيستنس فاكتور اف فور سكرو كونفيو. احنا اتفقنا ان اثناء الحركه بتاعه الماتيريال داخل السكرو كونفيور بيحصل زي مقاومه للحركه، ففي حاجه اسمها ريزيستنس فاكتور. ليه؟ لان انت لما بتبتدي تحسب الباور اللي انت محتاجها عشان تحرك الماتيريال، في بعض الريزيستنس او بعض المقاومه اللي ناتجه اثناء الحركه، ففي ريزيستنس فاكتور لكل ماتيريال، فانت بتطلعه عشان هتستخدمه في حاله مين؟ حسابات الباور. طيب بجيب برضو هنا من التيبل حاجه اسمها الكلاس اوف ماتيريال، بشوف هي الماتيريال دي كلاس A ولا كلاس B ولا كلاس C. يعني ايه الكلاس اوف ماتيريال؟ الكلاس اوف ماتيريال بيديك او بيحددولك بناء على الماتيريال كاركترستكس، يعني هل الماتيريال دي ابريسيف ماتيريال؟ هل هي داستي؟ هل هي ايه بالظبط؟ موجوده في انهي شكل؟ فبيديها كاتيجوريز كده او كلاسز بتبتدي تطلعها منها. يعني السيمنت يعتبر كلاس بي. بعد كده عندنا حاجه اسمها الفريكشن فاكتور اون ستيل، يبقى الكوفيشن اوف فريكشن بتاعي عباره عن ايه؟ الميو. يبقى دول الاربع معلومات اللي انت بتجيبهم من الجدول او تيبل 2 عند مين؟ عند ماتيريال تايب. يبقى انا بديك معلومه واحده اللي هي نوع الماتيريال اللي هيتم عمل كونفينج ليها، وبتبتدي تطلع لي البارامترز دي. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الجاما. طيب بعد ما جبت الجاما انا جبت الكلاس اوف ماتيريال، تمام؟ طيب من الكلاس اوف ماتيريال هروح اجيب فاكتور اسمه الفاي اهو. يبقى تيبل 15 بجيب حاجه اسمها اللود افشنسي. سي مثلا للسيمنت ماتيريال انا طلعت ان هو تبع كلاس مين؟ كلاس بي. عند كلاس بي اللود افشنسي بكام؟ ب 3/10. يبقى انا كده خدت المعلومه الثانيه وجبت مين؟ جبت الفاي. يبقى انا كده عندي الجاما وعندي الفاي. هروح اجيب مين؟ السي. هبقى مديك جيفن في المساله الانكلينيشن انجل او اي معلومه تحسب منها الانكلينيشن انجل اللي هو مثلا الاتش والال الارتفاع الراسي والطول بتاع الكونفينج لينز، منهم تقدر تحسب زاويه الميل بتاعتك. يبقى انا كده اقدر اروح اجيب حاجه اسمها السي. يبقى السي ده هو الفاكتور فور انكلايند سكرو كونفير. طبعا لما يكون السكرو كونفير هوريزونتال يعني ايه؟ يعني البيتا بكام؟ بزيرو. هتلاقي الفاكتور ده بواحد. الزاويه لما تتغير 5 درجات 10 درجات 15 درجه 20 درجه بيبتدي يديك مين؟ قيم للفاكتور سي. طبعا لو انا اديتك زاويه اكبر من ال 20 هتاخد اخر رقم موجود في الجدول عنده. يعني فرضا وانت بتحسب الانكلينيشن انجل طلعت اكبر من 20 درجه يبقى هتختار الرقم ده. طيب لو طلعت الزاويه بتوين رقمين، يعني مثلا طلعت الزاويه بسبع درجات وسبع درجات مش موجوده في الجدول، او طلعت مثلا ما بين ال 10 وال 15 طلعت 13 درجه، يبقى هتعمل ايه؟ هتاخد قيمة الفاكتور عند 8/10 وقيمة الفاكتور عند 7/10 وتجمعهم على بعض، يبقى 8/10 زائد 7/10 على 2، هتجيب الافريج بتاعهم. يبقى انا عند 10 درجات كان ب 8/10، عند 15 درجة كان ب 7/10. هجمع الرقمين دول واقسمهم على 2 يبقى ده الناتج بتاعي عند مثلا 13 درجة. يبقى ده كده جبت مين؟ جبت السي. يبقى انا البارامتر السي والجاما والفاي حصلت عليهم. طيب باقي البارامترز الموجوده عشان اقدر احسب الكباستي،
عشان احسب الكيو هديك السكرو ديامتر، يبقى انا هديك ده جيفن. طيب لما اديتك ده جيفن هديك برضو الار بي ام، هقول لك الريفوليوشن بير مينت قد ايه. طيب ايه اللي ممكن ما ادهولكش هنا؟ ممكن ما ادكش الاس، فالاس انت بتبقى عارف ان هي 8 من 10 ديامتر، يعني البيتش بتساوي تقريبا 8 من 10 من السكرو ديامتر. طيب والاي، الاي دي نمبر اوف ستارز اللي هو عدد البوابات بتاعت الالوز. لو انا ما اديتهالكش في المساله هتعمل لها اسامشن بواحد، هتقول ان هو الوز مدخل واحد مثلا وتفرض ان الاي ايكوال 1. لو انا اديتها لك يبقى انا هديها لك مثلا بواحد او اتنين او تلاته على حسب. طيب من كل الكلام ده قدرت احسب مين؟ الكيو. يبقى انا كده لو طالب منك الكيو. طيب ممكن في بعض المسائل الخاصه بالسكرو كونفير تلاقيني مديك الكيو جيفن، يبقى انا مديك الكيو مباشره، مديك الطن بير اور مباشره اللي هو الميجا بوند بير اور، او ان انا ممكن اديها لك متر مكعب بير اور. يبقى تاخد بالك من الحته دي قوي، تشوف الكباستي اللي انا مديها لك هل هي فوليومتريك كباستي ولا كباستي باي ويت. طيب لو انا مديها لك فوليومتريك كباستي يبقى انت سيادتك هتضرب الفوليومتريك كاباستي في قيمة الجاما اللي انت جبتها من التيبل عشان تطلع مين؟ الكيو. يبقى لازم تظبط اليونتس بتاعتك قبل ما تبدأ. طيب انا جبت الكيو او مديك جيفن الكيو ومديك المعلومات اللي توصلك للسي والفاي، يبقى انت جبت السي وجبت الفاي وجبت الجاما من التيبل. طيب وهنا اديتك مثلا الاي او انت فرضت الاي ومفيش اي معلومات عن دول اللي هو مين؟ الترم اللي اسمه دي سكوير في ان في اس، يبقى انت كده كانك بتعمل ديزاين للسكرو كونفير. يعني انا مديك الكباستي اللي انا عايز انقلها وبقول لك اعمل لي ديزاين للسكرو كونفير اللي يقدر ينقل الكباستي دي. فبتعمله ازاي؟ يبقى انا محتاج احدد حاجه اسمها السكرو بارامتر. يبقى السكرو بارامترز دي مقصود بيها مين؟ السكرو ديامتر، الار بي ام، البيتش. يبقى الثلاثه دول على بعض بيسموا ايه؟ سكرو بارامترز. يبقى انا لو طلبت منك السكرو بارامترز هتبتدي تحسب لي دول. طيب هنفترض ان الكيو معلومه، السي جبتها، الباي على 4 معلومه، الاي فرضتها بواحد، الجاما موجوده والفاي موجوده. لو ضربت دول في بعض ودول في بعض تمام، بقى كده الترم الوحيد هيطلع لي رقم مضروب في الدي سكوير في ان في اس. اما اقسم الكيو اللي هي المعلومه بالنسبه لي على الرقم ده هيديني الدي سكوير في ان في اس برقم. يبقى كاني هنا الترم ده كله على بعضه مجهول، هطلعه من الحسبه دي برقم. طيب الرقم ده باخده واروح تيبل اسمه تيبل 16. ليه؟ عشان اختار اعرف الدي قد ايه والاس قد ايه والان قد ايه. ازاي الكلام ده؟ سي مثلا ان التيبل اهو المين داتا اوف سكرو كونفير، ده تيبل 16. تيبل 16 هتلاقي في اخره كده كولم، الكولم ده مكتوب عليه ايه؟ دي سكوير في اس في ان، اللي هو اليونت بتاع دي سكوير بالمتر سكوير والاس بالمتر والان بالار بي ام. فده مديك اليونت بتاع ام تكعيب في ار بي ام او متر مكعب في ريفوليوشن بير مينت. جميل. لو انت بصيت على الرقم اللي طلع لك هنا سي مثلا ان انت حسبت دي سكوير في اس في ان طلع ايكوال 1.6، يبقى طلع الرقم اللي هنا ده من الحسابات بتاعتك بواحد وستة من عشرة. هتروح الجدول تدور على أقرب أكبر قيمة. تاني هتروح الجدول ده تدور على أقرب أكبر قيمة، يعني أنا بقرب للأكبر. طيب أنا الرقم بتاعي طالع كام؟ 1.6. أقرب قيمة ليه كام؟ اللي هي 1.8 اللي هي الأكبر منه،
يبقى انا بختار القيمة الاكبر، يبقى اختار القيمة 1.8. يبقى انا قلت ان انا طلع عندي الدي سكوير في الاس في الان اللي هي الكالكوليتد ب1.6، فاخترت 1.8. جميل. عند 1.8 هبص على الارقام اللي هنا. لو بصيت على الارقام اللي هنا هلاقي في الخانه اللي جنبي على طول مكتوب مين؟ الار بي ام اوف شافت، يعني دي الريفوليوشن بير مينت. طبعا هتلاقي ثلاث قيم، قيمه ب 80 وقيمه ب 63 وقيمه ب 50. طبعا احنا اتعودنا واحنا بنشتغل في المحاضره بنشتغل على القيمه اللي في النص، ثبتنا الكلام ده وقلنا تقريبا القيمه الافريج ما بين الاثنين دول اللي هي هتبقى عباره عن ال 63. يعني دايما هنتعامل مع قيمه الار بي ام اللي في النص. يبقى انا كده اخترت ال 63. لو مشيت جنبها شويه هتلاقي مين؟ البيتش اللي هي الاس بالمليمتر، يبقى انا طلعت ب 300 مثلا. لو مشيت كمان للاول خالص هتلاقي مين؟ السكرو ديامتر اللي هو الدي. يبقى انا بناء على الرقم الستاندر اللي انا اخترته من هنا طلعت مين؟ الار بي ام، طلعت الاس، طلعت مين؟ الديامتر. يبقى انا لو طالب منك في المساله السكرو بارامترز هتبتدي تحسبها بالطريقه دي. يبقى احنا كده خلصنا قانون الكاباسيتي اللي احنا شفناه. طيب بعد كده هتكمل الديزاين للسكرو كونفير. طبعا انا بقول لك ديزاين او ميك كومبليت ديزاين للسكرو كونفير، يبقى انت بتجيب لي كاباسيتي. لو السكرو بارامترز مش موجوده والكاباسيتي موجوده يبقى انت هتجيب السكرو بارامترز. بعد كده هتكمل في باقي الخطوات، يعني انت ما بتجيبش كاباسيتي بس وتقف او بتجيب سكرو بارامترز بس وتقف، لا ده انت بتكمل لاخر المساله. طالما قلت لك ديزاين او كومبليت ديزاين للمساله يبقى انت هتبتدي تعمل كل الخطوات. طيب الباور، انا عايز احسب الباور اللي هقدر احرك بيها الشاف وبناء عليها احرك الماتيريال. الباور قانونها طبعا موجود في الداتا شيت زي ما اتفقنا، انت مش هتحفظ اي قوانين، انت الفكره كلها ان انت تقدر تتعامل مع افكار المسائل. يبقى انا هنا عندي الان دوت بتساوي الكيو في ال على كونستانت في الاوميجا 0 بلس اور ماينس ساين بيتا. الكيو هي الكاباسيتي باي ويت اللي انت سواء انت حسبتها او كانت جيفن في المساله. ال ال الكونفينج لينز المسافه ما بين الانلت شوت والاوتلت شوت، يبقى ده دول جيفن في المساله، يبقى ده ما فيش اي مشكله. الدبليو 0 او الاوميجا 0 ده الريزيستنس فاكتور اللي احنا جبناه من تيبل 2 عند نوع الماتيريال. يبقى انا اللي جبته هنا اهو، يبقى هنا ادي الريزيستنس فاكتور بتاعي الاوميجا 0. طيب البلس اور ماينس ساين بيتا، بلس لو انا طالع او اللود اب. ليه؟ لان لو السكرو كونفير انكلاينت والماتيريال بتتحرك لاعلى، يعني بتتحرك اجينست الجرافيتي، يبقى في الحاله دي انا محتاج باور اكبر عشان احرك الماتيريال ضد الجاذبيه، فبالتالي باخد الترم ده بلس. بحط الترم ده بالماينس لما يكون اللود نازل، لما اقول لك ان اللود داون، اقول لك ان الكونفير بينقل من فوق لتحت، فبالتالي هو بيتحرك مع الجرافيتي، فانا هنا بطرح الترم ده لاني ببقى محتاج باور اقل. يبقى ده معنى البلس اور ماينس. يبقى انا ممكن استخدمه بلس لو اللود اب، بستخدمه ماينس لو اللود داون. طبعا هنا لو انت عايز قيمة الباور بتاعتك تطلع لك بالهورس باور بتستخدم الكونستانت ده، لو عايز قيمة الباور تطلع لك بالكيل وات تستخدم الكونستانت ده. طبعا مش لازم تحسب الاثنين في المسألة، انت ممكن تكتفي بواحد بس سواء بالهورس باور او بالكيل وات اللي يريحك. ده طبعا الساين بيتا زي ما اتفقنا، باخد الفيرتيكال هايت على الكونفينج لينس بيديني الساين بيتا او الانكلينيشن انجل بتاعتي. بعد كده بتحسب حاجه اسمها التورك او الام دوت. التورك
المفروض ان هو بيساوي باور على ار بي ام في كونستانت. طيب الباور انا حسبتها من الخطوة اللي فاتت، الان هي الار بي ام او الريفوليوشن بير مينت بتاعت الشافت اللي انا يا اما جبتها مع السكرو بارامترز يا اما هي بتبقى جيفن في المسألة. طبعا الحسبة هنا هتبقى سهلة جدا. طبعا هنا لو انت مستخدم الباور بالهورس باور يبقى هتستخدم الكونستانت ده عشان يطلع لك التورك بالكيلو بوند في متر، يبقى تاخد بالك من اليونتس دي. لو انت استخدمت الباور بالكيلو وات يبقى تستخدم 975 ككونستانت ويطلع لك برضو التورك بالكيلو بوند بير متر. لو انت حسبت القانونين سواء بالهورس باور والكيلو وات المفروض ان قيمة التورك هنا تطلع قريبة من بعض، مش لازم الرقمين يطلعوا متطابقين لان في تقريب او في ابروكسيميشن في الرقمين بتوع الكونستانت دول. يبقى انت مبدئيا كده لو حسبتهم هيطلعوا قريبين من بعض. بعد كده بحسب حاجة اسمها الفلوستي او اللينير فلوستي. اتفقنا ان الشافت بيلف ار بي ام، بضربه في البيتش، بضربه في النمبر اوف ستارز، فبيديني مين؟ بيديني الفلوستي. طبعا هنا انا قاسم على 60 لان الان دي بريفوليوشن بير مينت، فطبعا اليونت اللي هتطلع لك هنا تلقائي تطلع لك متر بير سكند. يبقى ده لو انت حسبت الفلوستي اللي بتتحرك بيها الماتيريال. بعد كده بتحسب حاجه اسمها الاكسيال ثراست او الاكسيال فورس اللي بتبتدي تحرك لك الماتيريال لينير. يبقى احنا اتفقنا ان الشافت بيلف روتري او بيعمل روتيشن، فانا عايز احرك الماتيريال لينير، ففي اكسيال ثرست او اكسيال فورس بيتحرك الماتيريال دي. الاكسيال فورس دي بجيبها ازاي؟ بتساوي التورك اللي انا حسبته من شويه مقسوم على حاجه اسمها الار، ده الراديوس اوف كيرفيتشر. طبعا انت عارف ان الاكسيال ثرست دي مش هتاثر على الريشه بتاعت السكرو كلها، هي بتاثر على جزء منه لان احنا اتفقنا ان الماتيريال بتبقى موجوده في الجزء الاسفل مثلا. يبقى الفورس دي بتاثر على الكيرفيتشر من السكرو ديامتر. طيب الكيرفيتشر ده مقداره قد ايه؟ او الراديوس ده مقداره قد ايه؟ 4/10 من السكرو ديامتر. يبقى انا اقدر احسبه، عندي السكرو ديامتر اقدر احسب الار دي مضروب في تان ابساي بلس الفا. طيب الابساي دي هي مين؟ هي حاجه اسمها الهيليكس انجل. انت عندك سكرو والسكرو دي ملفوفه بزاويه، فالزاويه دي اسمها هيليكس انجل. طيب والالفا انت عندك فريكشن بيحصل ما بين الماتيريال وما بين الريش، فالالفا دي هي الفريكشن انجل اللي احنا جبنا لها الميو من التيبل. يعني احنا لما جبنا التيبل هنا اهو قلت لك في قيمه اسمها ايه؟ الفريكشن فاكتور اون ستيل اللي هو كام؟ كان هنا مثلا بالنسبه للسمنت 65/100. يبقى انا هنا عندي فريكشن فاكتور ففي فريكشن انجل. يبقى انا هنا وانا بحسب الاكسيال ثرست او الاكسيال فورس بقسم على الار في تان ابساي زائد الفا. يبقى الار هي 4/10 من دي، سهل ان انا احسبها. التان ابساي بتساوي الاي النمبر اوف ستار في الاس البيتش على 2 باي في ار. طبعا خد بالك جدا وانت بتحسب، لو هتستخدم الاس دي بالمليمتر يبقى لازم الار تبقى بالمليمتر، استخدم دي بالمتر يبقى دي بالمتر. يبقى خد بالك من تظبيطة اليونتس بتاعتك لانها بتفرق معاك في الحسابات. تان الفا ايكوال الميو، والميو انا جبته من تيبل 2. طبعا كده كل الداتا دي موجودة اقدر احسب مين؟ الاكسيال ثرست. اخر حاجة بحسبها في الديزاين الخاص بالسكرو كونفير هو الويت بير متر لينز اللي هو بسميه الجي ال ام. يعني ايه ويت بير متر لينز؟ كأن بالظبط السكرو كونفير ده مثلا طوله 30 متر، فانا عايز اعرف وزن اللود اللي موجود في المتر الواحد. يبقى انا لو عرفت عندي كام كيلو بوند من الماتيريال او كام طن من الماتيريال خلال متر واحد،
لو ضربته في الطول الكلي للكونفير اقدر اعرف التوتال ويت بتاعي قد ايه. فانا هنا بجيب حاجه اسمها الويت بير متر لينز اللي هو جي ال ام. يبقى جي ال ام قانونه ايه؟ عباره عن كيو على في. يبقى انا بقسم الكيو على الفي، الكيو اللي هي الكاباسيتي باي ويت على الفي بحطها بالمتر بير سكند. 3.6 من عشرة ده الكونستانت اللي بيحول لي الكلام ده انه يطلع باليونت اللي قدامك دي. ليه؟ لان احنا قلنا ان الكيو هي ايه؟ ميجا بوند او طن بير اور. طب والفي متر بير سكند. يبقى انا هلاقي عندي في ميجا بوند او في طن وفي سكند وفي متر. طيب انا عايز الطن ده يتحول لايه؟ لكيلو بوند. يبقى من طن او من ميجا بوند الكيلو بوند هضرب في 1000، ومن سكند لاور لان دي بالطن بالاور يبقى انا كده في 60 في 60. يبقى انا عندي 1060 في 60 اللي هو 3600، يبقى هيديك في الاخر الكونستانت ده. يبقى انت مش محتاج تعمل تحويله، انت كل اللي هتعمله ان انت هتحط الكيو بالطن بالاور وتحط الفي بالمتر بالسكند، والكونستانت ده هيظبط لك اليونت في الاخر هيطلعها لك كيلو بوند بير متر. يبقى انت كده عملت ديزاين كامل للسكرو كونفي. هناخد سولفد اكزامبل سريع كده ياكد لي على الكلام اللي احنا قلناه. هنا مديني ديزاين لسكرو كونفير، بيقول لي تيز ريكواير تو ديزاين هوريزونتال سكرو كونفير. ادي اول معلومه ان السكرو كونفير موجود في وضع هوريزونتال، يعني الانكلينيشن انجل او البيتا ايكوال كام؟ زيرو. يبقى انا مش محتاج هنا ان انا اقول لك البيتا بكام. طيب تو هاندل quantity of sand، يبقى انا هنا مديك مين؟ نوع الماتيريال. عند نوع الماتيريال هتروح لتيبل 2 تطلع كل البيانات بتاعتك. طيب هنا مديك مين بقى؟ الكيو. قايل لك ان الكيو ايكوال كام؟ 35 ميجا بوند بير اور. يبقى انا بقول لك انا محتاج ان انا انقل كاباستي مقدارها 35 ميجا بوند في الساعه. الكونفينج لينس بتاعك 30 متر. Find the following. يبقى انا هنا طالب منك ان انت تعمل ديزاين للسكرو كونفير اللي ينفع ينقل الكباستي دي بالطول ده. فطالب منك السكرو بارامترز الدي والاس والان، طالب منك الباور، الفلوستي، التورك، الاكسيال ثرست او اللود، واللود برميتر اوف ذا كونفينج لينس او جي ال ام. يبقى كل الخطوات اللي قلنا عليها من شويه مطلوبه منك. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ اول حاجه هاخد الساند ماتيريال واروح لمين؟ اروح لتيبل 2. يبقى هنزل كده عند الساند ماتيريال، ادي الساند، هاجي اجيب مين؟ الجامه بتاعتها بكام؟ بواحد وستة من عشرة. وادخل كده شويه اجيب لها الريزيستنس فاكتور الاقيه بخمسة. طيب الماتيريال دي كلاس مين؟ كلاس سي. يبقى انا كده حددت ان هي كلاس سي، واجيب الكوفيشن اوف فريكشن اللي هو 8 من 10. يبقى دول الاربع معلومات اللي رحت جبتهم منين؟ من الجدول. يبقى اهو اول حاجه هحسب السكرو بارامتر، هكتب القانون بتاع الكيو، قانون الكيو. طيب مين الجيفن ومين اللي مجهول؟ الكيو جيفن. طيب الاي مش موجوده، هفرضها بواحد. الجاما جبتها من الجدول اهو from table 2 at sand material، جبت الجاما بواحد وستة من عشرة، الكلاس اوف ماتيريال بي سي، الميو بتمانية من عشرة، والاوميجا زيرو بخمسة. يبقى انا طلعت الاربع معلومات دول بناء على معلومة واحدة اللي هي الساند ماتيريال. بعد كده قلت ان المسألة بتتكلم عن هوريزونتال سكرو كونفير، يعني البيتا ايكوال زيرو. يبقى انا لو رحت لتيبل 17 عند بيتا ايكوال زيرو هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا عندي الفاكتور بكام؟ بواحد. يبقى انا كده جبت السي بتاعتي. بعد كده
عند الكلاس اوف ماتيريال. كلاس اوف ماتيريال طلعت بمين؟ بي سي. هروح لتيبل 15 عند الكلاس اوف ماتيريال اهو، كلاس اوف ماتيريال سي، يبقى الفاي او اللود افشنسي بكام؟ ب 15%. يبقى انا كده طلعت كل المعلومات اللي انا محتاجها. طيب اسيوم ان النمبر اوف ستار بكام؟ بواحد. يبقى انا كده حطيت كل المعلومات بتاعتي، هبتدي اعوض. ادي الكيو، الكيو هنا ب 35، طبعا هنا كاباسيتي باي ويت. لو انا مديها لك فوليومتريك كاباسيتي كنت هتضربها في 1.6 اللي هي قيمه مين؟ قيمه الجامو. طيب السي بواحد، باي على 4، الدي سكوير في الان في الاس مفيش اي معلومات عنه. يبقى بالتالي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا الترم ده هو اللي انا هحسبه، هحسب كل البارامترز دي. تمام، يبقى انا نزلت الجامع، نزلت الفاي، كل البارامترز دي، يبقى انا هقسم 35 على كل الارقام اللي موجوده هنا، هيطلع لي ان دي سكوير في ان في اس لازم أن تطلع اكبر من مين؟ 3.094. يبقى 3.94 من 1000. هروح رايح لتيبل 16، يبقى انا طلع الرقم 3.94 من 1000. يبقى انا باخد مين؟ اكبر رقم بعد ال 3.94 من 1000، يبقى ال 3.1. يبقى 3.1 هينفع معايا. طيب عند 3.1 هتلاقي ان الار بي ام بكام؟ باخد الار بي ام اللي في النص ب 56 ار بي ام. لو دخلت جنبها يبقى الاس بتاعتك ب 355. لو دخلت كده هتلاقي ان دي بكام؟ ب 400. يبقى انا كده رحت التيبل 16 جبت منه مين؟ كل البارامترز اللي انا عايزها اهو. يبقى دي طلع ب 400 مللي، الاس ب 355، والان ب 56 ار بي ام. بعد كده هحسب الباور كيو في ال على 270 في الاوميجا 0 بلس اور ماينس ساين بيتا. طيب هنا مفيش بلس اور ماينس، ليه؟ لان انا قلت لك ان هو هوريزونتال، يبقى هو لا هو طالع ولا هو نازل. فالترم ده ساين بيتا، البيتا بزيرو، فساين زيرو هيديني مين؟ زيرو. يبقى الترم ده مش موجود. يبقى انا كاني بالظبط ضربت الكيو اللي هي كانت 35 اللي هي كانت جيفن في ال، الكونفينج لينس كان جيفن في المساله ب 30 على الكونستانت ال 270 في الاوميجا 0 اللي انا كنت جايبها من التيبل. طلع لي الكلام ده او الرقم ده بايه؟ بالهورس باور. بنفس الطريقه ممكن اعملها بس اطلعها بالكيلو وات. بعد كده طالب مني اللود فيلوستي اللي هو الان في الاس في الاي. الان كنت جايبها 56 ار بي ام من التيبل، الاس كانت ب 355 مللي، فانت هنا عملتها بايه؟ ب 355 من 1000 عشان تبقى بالمتر. في الاي انا عملت لها اسيوم بواحد طلع لك الرقم ده. طبعا سيادتك لو نسيت تحول الاس من مليمتر لمتر الرقم ده هيطلع لك كبير، يعني هيطلع لك 331 متر بير سكند. ده لازم يلفت انتباهك، يعني معناها ان الماتيريال بتتحرك 331 متر في الثانيه. ليه؟ هو الكونفير طوله قد ايه؟ يبقى انت هنا المفروض تاخد بالك من الارقام اللي بتطلع. مش معنى ان انت معاك الداتا شيت ومعاك القوانين ان انت تحط اي رقم، زي ما اتفقنا ان الارقام والسيجنيفيكانس بتاعتها مهم جدا. يبقى انت لازم تبص على الرقم وتبص هل هو ريزنبل ولا لا، هل هو منطقي ولا لا. بعد كده عندك التورك هو عباره عن الباور على الان، يبقى انت قسمت الباور اللي انت حسبتها على الان كانت ب 56 ار بي ام وضربتها في الكونستانت ده، يبقى طلعت قيمه التورك بتاعك. بعد كده بتحسب الاكسيال لود اللي هو بتجيب الار الاول اللي هي 4/10 الديامتر، الديامتر كان ب 400، يبقى الراديوس اللي مأثر عليه الفورس بتاعتي ب 160 مللي. بتجيب التان الفا، انا جبت الميو من الجدول ب 8/10، يبقى انا هجيب شيفت تان 8/10 طلعت قيمه الالفا. الابساي او الهيليكس انجل اي في اس
طيب انا مستخدم الاس هنا بالمليمتر ليه؟ لاني مستخدم الار تحت بال 160 ملي. لو انا مستخدم دي 16 من 100 لازم استخدم دي 0.355، يبقى لازم اظبط اليونتس بتاعتي عشان ما اغلطش. يبقى انا كده طلعت الابساي وطلعت مين؟ الالفا. بجمع الابساي زائد الالفا وبعد كده اجيب لهم التان واضربهم في الار واروح قاسم عليهم التورك بتاعي. بيطلع هنا قيمة اللود بالكيلو بوند. لو انا عايز احولها للميجا بوند يبقى انا كده هقسم على 1000، يبقى انا كده طلعت الثرست لود او الاكسيال لود اللي بيستخدم عشان يحرك لي الماتيريال. اخر حاجة هو اللود بير متر اوف ذا كونفينج لينس، الجي ال ام. يبقى انت جي ال ام انت بتحسب قيمة اللود اللي موجود خلال متر واحد من طول الكونفير. يبقى انت بتقسم كيو على 3.6 الفي، طبعا الفي عندك ايه كانت بالمتر بير سكند، طلع لك الرقم ده ان كل متر من الكونفير او السكرو كونفير بيحتوي على ويت مقداره 29.4 كيلو بوند. كده يبقى احنا خلصنا الديزاين الخاص بالسكرو كونفير. طبعا في مسائل اتحلت في السكشن، ذاكر الكلام ده كويس جدا، تبقى فاهم الخطوات اللي احنا عملناها دي، بحيث ان لو اي فكره جات لك في السكرو كونفير تقدر تتعامل معاها او تقدر تستغل او توظف القوانين عشان تقدر تحل المساله. بالتوفيق يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.